بقول لك ايه؟ مستنيها حد؟ عيب كده على فكره. عيب ايه؟ عادي بقول لك مستنيها حد، انا خايف عليكي. ما ينفعش. ايه؟ ما ينفعش. طب اقول لها ما توقفش بس الوقفه دي عشان ما حدش. طب انت مالك؟ انت ضغطك تبقى واقفه واحد يقول لها انا جاي ونسك؟ انا شباب زي بعض. تمام. انا واحد لاقيها واقفه في حالها. انا لا اقف رصيفها. مفيش يعني عادي لقيتها هفهمك بس تعرفها. انا قلت بس ان انت واقفه لوحدك فما ينفعش نسيبك كده. طب خلاص لو سمحت امشي بقى يعني. بس مش اي بنت في الشارع يبقى عايزه مع حد. طب خلاص بصراحه احنا نازلين الشارع هنا نقف عادي براحتنا مش عايزين حد. عاجبك كده السياح اللي انت عملتيه ده؟ لا ما توجهلهاش كلام بقى غلط. يعني ما توجهلهاش كلام يا عم. انا عامل تعرفك يا تعرفك ايه؟ تعرفك الموضوع كله انا تعرفك مالك انت؟ ما مديتش بقول لك ايه؟ ما تخليهاش تغيب عليك. طب ازعق ليه يا عم؟ ازعق زي ما انا عايز. يعني ايه هتتبلع عليك؟ انا يعني ايه هتتبلع عليك؟ فين بتقطف؟ ما تقفش هنا. يلا من هنا يابا. بقول لك كلمني انا ما اتكلمهاش هي. انا ما ببرزهاش ده انا بقول لك ده انا بقول لك من هنا يلا. عم بضربه ليه؟ ايه؟ بضربه ليه؟ طول اليوم في الشارع. بسيب شغلي وبجري وراه. يعني ايه اللي بيحصل يعني؟ يا استاذ ابني ما تتدخلش بينك وبين ابني. ازاي يعني ما تتدخلش عيل زي ده في الشارع ازاي يا حرام يعني؟ يلا على البيت. بالرحمه يلا بس على البيت. يا عم بالرحمه. يلا على البيت. تعالى ولا تكلموش يا بيه. يا استاذ بعد اذنك انا ما اكلمكش. ايوه طفل صغير. طفل صغير يا سيدي طفل صغير. انا ابوك. ابوك كده ما فيش رحمه عندك ما فيش رحمه عندك. يا فندم ما تمسكوش كده. والله هضربك. انفعال الناس كان من القلب. والله همد ايدي عليك. اقول لك والله امسكوا يا ضرب. يا بيه لو سمحت. طب الوضع يتوب مني. الوضع يتوب مني. خلاص هنا ايه ابنك يعني؟ ايه يعني ابنك يعني؟ ايه ابنك يعني؟ تعملوا كده في الشارع يعني؟ تعملوا كده في الشارع يعني؟ الحمد لله. انا كويس يا حبيبي الحمد لله رب العالمين اطمنوا عليا. انا قاعد في مطعم دلوقتي وقدامي فراخ مشويه وقدامي عصاير وقدامي ازازه ميه معدنيه انت عارف انا لازم اكل كويس عشان الكيماوي انا باخد كيماوي انت عارف وانا من يومين خدت الجلسه وعندي بكره جلسه انت شايل همين هم نفسك وهمهم هم الاول على كده نزل له احمد اللي هو عايزه نزل له امهم اللي هو عايزه نزل له اللي هو عايزه الرحمه لها اشكال كتير فين المدير؟ انا عايزه المدير الاستاذ وقع بتاعه وبيتبلع على ابني مش هو اللي عمل كده انا شايفاه وانا شايفاه وهو اللي عملها انت مش شايف ظهرك يا سيد ابنك اللي وقع الحاجه يا مدام ابنك واقف هنا والاستاذ واقف هنا نقول الحق عشان ربنا اللي شاهد ولا هو ولا اي حد ده اقل من ان الواحد يمد ايده عليك عشان ما تشغلش على حد ابنك اللي وقع ما جابلوش كوره ولا اي حاجه طيب تمام انا عايزه الكاميرات اه انت عندك ولد مش هعمل امي انا عايز 200 جنيه ليه يا حبيبي وايه اللي ليه يا حبيبي خارج مع اصحابي اجيب لك منين الجنيه منين يا ابني يا ست في عايز اخرج مع اصحابي يا ابني انا جاي اجيب بضاعه يا ست اتصرفي وانا كل يوم هجيب لك انا هجيب لك منين يا حبيبي يا امي اتصرفي انت هتحنويني طول بالك شويه عشان دي امك طول بالك شويه عشان دي بص لما تطلب حاجه من ماما تطلبها بادب عايزه فلوس خد فلوس التصرف بانسانيه مش محتاج وقت ولا تفكير انت لو بنتك طلبت بنتي بنتي دي عليا هقطعها تقطعي مين بس منك للريح وانت بقى بدل ما اتكلمك كده بص ليه خدي بس عادي يا عم مش فاهمه انا هحني السخنه ايه يا انا هحني السخنه يا حبيبي لا والله ابدا هنا بدا رد فعل الناس يتحول تماما